استكمالا اللي درسنا في دراسات في فلسفة فن الرسم العالم المعاصر، فإن المدرسة التعبيرية التجريدية التي ولدت في أمريكا بريادات أوروبية حاولت أن تقدم منهجا مغايرا لما تم وراثته من المدارس الفنية السابقة ولغاية الحرب العالمية الثانية، وعبر نخبة من الرواد الأوروبيين ممن تجمعوا في أمريكا بظروف مختلفة سبقت الحرب وأثناء الحرب التي شهدت هجرة المال والرجال إلى أمريكا البعيدة عن الحرب، فإن هذه المدرسة وبرغم الاتفاق النقدي على اعتبارها طليعة وتأسيس الاتجاهات المعاصرة في الرسم، إلا إنها ومن حيث البنية التشريحية لما أنجز فيها ظلت مرتبطة نسبيا بما سبق. ويمكننا أن نؤشر ثلاث اتجاهات رئيسة في هذه المدرسة. الاتجاه الأول هو اتجاه يعتبر استمرارا للاتجاهات السابقة وتحديدا التعبيرية والسريالية والتجريدية، وله رواده المؤثرين في نتاج هذه المدرسة يقف في طليعتهم روبرت ميدويل صاحب مرثيات الجمهورية الإسبانية التي تقوم على أفعال وأشكال تجريدية يرثي بها ميدويل جمهوريته الإسبانية، وتجربة أرشيل غوركي الذي استلهم من التعبيريين تفكيك الأشكال بانفعالية عالية فأسقطها على الذاكرة المخزونة لديه مما عاينه وعايشه للمجازر التي لحقت ببلده الأم أرميني. وأندريا ماسون الذي أعاد إنتاج السريالية بطريقة يسلم فيها قياد نتاجه الفني إلى ما تبتكره المصادفة والمواصفات الفنية للمواد التي يشتغل عليها. واتجاه آخر يتمثل في تطوير وتحوير هذه الاتجاهات الموروثة كالتعبيرية والسريالية والتجريدية، كما سيحصل عند ألبرتو بوري وهوندر سبازار وعدد آخر من الفنانين في أوروبا، باعتبار أن التعبير التجريدي تنقسم إلى اتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأول في أمريكا لكن لاحقا في أوروبا شهدت ولادة اتجاه تعبيري تجريدي سيكون له محاضرة خاصة هي المحاضرة القادمة إن شاء الله. والاتجاه الثالث هو اتجاه ابتكر أساليبا تعبيرية تجريدية تعتبر ثورة بكل المقاييس على ما سبق من نتاج فني. يتصدر ذلك ما قدمه جاكسون بولوك
في تجربته التقطيرية لدريبينج يلحق به كثير من الفنانين كفرانز كلاين وإيف كلاين ومارك روثكو وأعداد كبيرة من الفنانين الذين جربوا الأدائية وتوثيق الأدائية على السطح البصري. ولو نلاحظ أن تداول هذه المرجعيات كأسس لإنتاج الأعمال التعبيرية التجريدية يضعنا أمام تساؤل مهم، وهو كيف جمعت هذه المدارس متناقضة التكوين والتأسيسات المرجعية في اتجاه واحد، ومقدما نمهد لما جرى عمليا من خلال أن كل هذه الأعمال التي تم تصنيفها على أنها من ضمن التعبيرية التجريدية وتسيدت النتاج الفني الأمريكي لغاية الستينات واستمرت حتى بعد ذلك، بل وتسربت في بنياتها التطبيقية حتى المدارس اللاحقة كالبوب آرت والأوب آرت، وكانت سببا مباشرا لولادة الكونسبتشوال آرت بتفريعاته المعروفة. إن القاسم المشترك لجميع هذه الأعمال يتلخص في الأدائي، وما دمنا في ممهدات التعبيرية التجريدية فإن الأدائية متطلب كامن في جميع النتاج الفني التشكيلي، ولا يوجد عمل تشكيلي ومنه الرسم لا يقوم على أداءات بل وداءات تعيننا جدا في نسبة هذا العمل الفني إلى فنان بعينه، حتى وإن كان من مدارس لا تقدم الأداء على غيره من عناصر العمل الفني. فمميزات عمل دافنشي على سبيل المثال تفرق عن مميزات مايكل أنجلو، أعمال مايكل أنجلو برغم الضغط الكبير للطراز الذي يحكم شكل النتاج الفني. وهكذا وصولا إلى شذرات وريادات تميزت بغترابها وانتقائيتها العالية، بحيث عندما نقول ريمبرانت فإننا نؤشر أدائية مختلفة عن الأنساق السابقة أو المجاورة، بل وحتى جزءا من الأنساق اللاحقة، ذلك إنه اختار أن تكون أدائيته خارج النسق فيؤثث سطح لوحته المرسومة بالألوان المكثفة التي بلغت في لوحته الرجل ذي الخوذة الفضية بسمك عدد من السنتيمات بما يشبه الرليف على سطح اللوحة. وهكذا يمكننا أن نؤشر عددا من الأداءات في تيرنر وفي الرومانسيين، فضلا عن أداءات أخرى لا تتمثل على السطح البصري بل تتمثل في المعاني التي كان الفنان ينشدها في عمله الفني خارج نسق ما تنشده الأعمال المجاورة لنتاجه. وسبق أن ضربنا مثلا على ذلك في نتاج بروغل وولديه، بروغل الجحيم وبروغل الزهور، وفي نتاج بوش، وفي نتاج
الجريكو وفي عدد كبير من فناني الباروك والروكوك وصولا إلى الرومانسية التي ظهر بها مؤسسات مهمة لتجاوز ما سبق من نتاج وتحديدا فيما قدمه بتجربته غوي من خلال الحرية تقود الشعوب أو نساء الجزائر أو مذبحة الساردنبال أو مذبحة الساقز أو مذابح الأرمن على يد الأتراك أو ما قدمه تيرنر في تقنيته التي سبق بها التعبيرية التجريدية والأبليكيشن الخاص بألوانه التي يستخدم فيها السكين والتي أسس فيها لسطوح نافرة عن السطح البصري يشعر فيها إن يشعر فيها المتلقي إن الفنان كان قد تعمد إضافات لونية مكثفة لأسباب تتعلق في محاولته توثيق واحتفاء بأداءاته اللحظوية فضلا عما قدمه غويا من أداءات روحية spiritual وهذه الأداءات تمثلت في انتقائه المسكوت عنه كما في لوحته أبولو يأكل أبناءه أو إعدام الثوار وكذلك تجربة كونستابل كما في عربة الدريسة وما قدمه الجريكو الرومانتيكي في طوف الميدوزا دليل حي على تحول الفنان في الأداءات المعرفية مما هو متداول عبر الانتقاء التاريخي إلى ما هو فاعل لتاريخ جديد من خلال نتاج الفنان وكل هذا مهد لما جرى في الانطباعية من تحول كبير جدا في الاحتفاء بالأداء ينطلق بدءا من اسم هذه المدرسة التي هي عبارة عن انطباع شخصي للفنان ومن السلوك التطبيقي للفنانين الذين احتفلوا بأدائهم الأول وتركوا كثير من اللمسات دون تهذيب برز ذلك بشكل جلي كما ذكرنا سابقا في تجارب سيزان وفانكوك وغوغان وهو من عكس لاحقا وقدم الأسوة المطلوبة باتجاه التعبيرية التجريدية الضغط الذي ولد هذا لم يكن ضغطا نابعا من داخل الرسم فقط بل من المجاورات المعرفية التي أثرت بشكل كبير كما هو معتاد في تاريخ الرسم ونقده فالموسيقى التي ضغطت بتناسقها الرياضي وبأداءاتها الأول التي ليس فيها إعادة أو تهذيب على إنتاج فنون تحاول أن ترتقي إلى هذا الفن السامي من خلال نتاج فني يتأسس بناء على قاعدة ليس بالإمكان أبدع مما كان عبر الاحتفاء بكل ما يقدمه الفنان دون تهذيب أو إعادة إنتاج أسوة بما يفعله الموسيقي سواء كان المايسترو المؤلف العازف
وهو ما تنامى بشكل واضح في التعبيرية التي يقول فيها فلامينك: أكاد أرسم في أحشائي. وتحولت في التعبيرية التجريدية لاحقا إلى احتفاءات مقننة ومثقفة ومعلومة وواسعة، يحتفي بها الفنان في نتاجه ويحتفظ بالأرشيف الكامل لمراحل إنتاج العمل الفني على شكل أعمال فنية وليست على شكل مخططات وسكيتشات يتم تجاوزها وصولا إلى العمل النهائي. وإذا كنا نتحدث عن الأداة في التعبير التجريدية، فإن تجربة جاكسون بولوك بالدريبينج التقطيرية تختصر كثير مما قدمه الأداء في هذه التجربة. فتجربة جاكسون بولوك الذي عمد إلى تحطيم ما تبقى من منظومة القيود الموروثة من خلال إن لوحته التي هي قماشة لم تحضر ولم تشد إلى فريم ولم توضع على حامل للوحة، ولا يقف الفنان أمامها بل يقف في وسطها، ولا ترسم بناء على مخطط مسبق بدون سكيتش، ولا ترسم بأدوات الرسم العادية، بل ولا حتى تعرض كما تعرض الأعمال الفنية بطريقة إثارة الذاكرة التاريخية للمتلقي، ذلك إنها عبر تقديمها للمراحل الأدائية مؤرشفة تؤسس لتاريخ يهذب المتلقي بل ويخلق ويصنع ذائقية التلقي. وهنا ونحن في درس دراسات في فلسفة فن الرسم العالم المعاصر نؤشر قضية مهمة. قلنا قبل قليل إن الأداء موجود في كل الأعمال الفنية لكنه كان هامشيا تابع، بينما واعتبارا من التعبيرية التجريدية سيكون الأداء في مقدمة العمل الفني وفي طليعته. وهذا الموضوع يشبه تماما ما جرى من تقديم للهامش على المركز في التفكيكية التي ورثت البنيوي. ونحن هنا لا نقول إن ما جرى في التعبيرية التجريدية مصداق لما جرى في التحول بين البنيوية والتفكيكية، لكننا نهرع إلى ما قدمه هيجل من قبل في مقولته التي يقدم فيها الفن على الفلسفة والدين والعلم باعتباره الأسبق في آليات التعامل والتوافق والتوائم مع الوجود. والأدائية التي تحتفظ من خلالها اللوحة المعروضة بالآليات والإجراءات التي أقدم عليها الفنان في نتاجه لحظة بلحظة تشبه تماما السيرة المتحفية التي كان يحتفظ بها في المخططات الأولية لأي عمل فني إلى جانب العمل الأصلي، لكننا هنا بإزاء احتفاء بالمخططات واعتبارها هي العمل النهائي. ولذلك طبعا مبررات أنطولوجية وأبستيمولوجية.
فالتعبيرية التجريدية نشأت في حاضنة من ضواغط البرغماتية وفلسفة العلم والبنيوية والتفكيكية، تلك التي انصهرت لاحقا فيما عرف بالكايوس. وهذا الضغط المرجعي المجاور قاد إلى استنباطات عقلانية تلبي الحاجة العملية للفنون. فالمجتمع الأمريكي النامي منفردا على الساحة الدولية الذي أبهر العالم بمشروع مارشال في إعادة بناء أوروبا مقابل شروط كان قسم مهم منها شروط فنية تتعلق بالفن الأمريكي، استثمر هذا التميز لوضع محددات ومواصفات للفن الذي كان لابد منه لتأهيل الحضارة ما بعد الحرب العالمية الثانية. قدم لذلك تجربة السينما الأمريكية وما أحدثته من تغيير في بناء المجتمعات، حيث ساهمت السينما في تبعير وتشتيت وتفجير كل مخازن التابوهات ونشوء أجيال كاملة من الأتباع لهذه السينما، كما سنلاحظ لاحقا في تجربة أفلام الويسترن ومن قبلها في عدد من تجارب السينما. التعبيرية التجريدية كانت حلا برغماتيا لعدم تيسر عدد كبير من الدافنشيات القادرين على إنتاج عدد مطلوب من الموناليزات، لأن ما أنتجه دافنشي من موناليزا لقاعة يبنيها عائلة فلورنس أصبح الآن لا يلبي الحاجة المتنامية والمتسارعة للعمائر والمباني والقاعات، بل وحتى للشو العرض المطلوب والموظف في إحداث التغيرات اللازمة. وقد يتساءل البعض وما الغاية من هذا الإلحاح في هذا الدور الفني؟ وحقيقة فإن التجربة الغربية تلمست عمليا الدور الحاسم للأعمال الفنية في التحولات الحضارية. الفن قائد للتحولات الحضارية بطريقة قد تكون مخفية، وهي بانتظار بحث لتناول هذا الموضوع بالتفصيل. وتجربة الملصق الشهير Wake Up America كانت مثالا بسيطا جدا لما جرى لاحقا في أثر الفن بالتحولات الحضارية العالمية. فهذا الملصق الذي تسبب في إدخال أمريكا إلى الحرب كان له أثر أكبر من كل الدبلوماسيات والمحاورات والمشاورات.
ولذلك وعبر ما استثمرته سابقا من السينما الأمريكية، فكان مطلوبا أن يكون الفن الوليد فنا سريعا قابلا للإنتاج بمواصفات ممكنة يصل إلى أكبر شريحة من المستهدفين بأقوى المؤثرات وأقل التكاليف وأكثر التأثيرات. ولذلك ومن أجل ذلك تم التنازل عن كثير من محددات نتاج العمل الفني، وكان من بين هذه المحددات على سبيل المثال أن استنساخ العمل الفني يعتبر من المحرمات تقريبا، وهو من الأشياء التي تدخل في ما عرف بقانون الملكية الفكرية، بل حتى أن الانطباعيين في تجربتهم عبر إعادة إنتاج أعمال زملائهم أثناء حياتهم إنما كانت تتم عبر منظومة للتحرش بهذا الممنوع. لكن ما جرى في التعبير التجريدية إن نتاج اللوحة ما عاد هو نتاجا لإيقونة متحفية غير قابلة للتكرار، فأدوات الإنتاج وطرائق الإنتاج ووسائل الإنتاج ووسائل العرض ووسائل التداول أصبحت مفتوحة ومعلنة، ويمكن التعاطي معها واستخدامها كما حصل مثلا في الفن العراقي في تجربة الفنان الرائد الراحل أكرم شكري الذي عاد من أمريكا مبهورا بتجربة جاكسون بولوك وحاول أن يطبقها، ويبدو أن الرفض كان عنيفا لهذه التجربة، فاضطر إلى أن يرسم مايا العارية لغويا ثم يشتغل عليها بطريقة الدريبينج. وهكذا فإن الأدائية في التعبير التجريدية كانت المفتاح الذي مهد لانضمام عدد من الأساليب والاتجاهات والكاريزمات إلى هذه المدرسة، وبالتأكيد أثيرت حول هذه المدرسة ونشوءها والهالة التي أحاطت بها كثير من الدراسات النقدية والتشريحية والفنية، بل وحتى الدراسات السياسية والاستخبارية. وإذا كانت تجربة جاكسون بولوك الذي تميزت تجربته في التقطيرية الدريبينج بأنها تجربة مكثفة جدا، أنتج خلال فترة زمنية قصيرة انتهت بوفاته بحادث سيارة وهو بعمر 40 كما هائلا من الأعمال الفنية، وبرعاية منظمة من إحدى الجهات التي سبق أن حررته من عقد كان قد ارتبط به لصحيفة احتكرت نتاجه لينتج له لهذه الصحيفة ما معدله لوحة يوميا
وبسعر 8 دولارات في أسلوبه القديم الذي كان يتمثل في اختزالات مجردة من السطوح الملونة. ولو نراجع في سلسلة The Abstract Expressionism Artist Life and Works، وهي سلسلة موجودة على PDF درايف، سنلاحظ أنه اعتبارا من التعبيرية التجريدية، فإن النسبة الغالبة جدا من الفنانين كانوا قد ارتبطوا بعقود احتكارية لصالح جهات متحفية أو مؤسساتية أو بنوك استثمرت نتاجهم وأقامت لهم منظومة البروباغاندا اللازمة لتسهيل وصول هذه الأعمال إلى الذائقية العالمية، لأن ما حصل في التعبيرية التجريدية كان يعتبر خرقا كبيرا جدا لما هو متداول في النتاج الفني. ومن خلال عدد من التجارب الفردية التي قدمها رواد التعبيرية التجريدية، فإن دراسة التعبيرية التجريدية تتلخص في قضيتين مهمتين. الأولى تتمثل في تشريح الأدائية بفرعيها التطبيقية والمعنوية، والثاني ضرورة وأهمية فحص التجارب الفنية للفنانين بشكل منفرد ومنعزل عن التجارب المجاورة. فالأدائية سواء كانت تطبيقية تتعلق بالهابنينج واتس جو اون، ما الذي يجري على سطح اللوحة، أو تتعلق بالثينكينج التفكير الكامن وراء هذه التقنية بعينها في إنتاج اللوحة. تختلف من نتاج لآخر حسب طبيعة وميول وتوجهات الفنانين. فعلى سبيل المثال، فإن تجربة ألبرتو بوري الطبيب والفنان الإيطالي الذي خرج من سجون الأسر مختزنا كما هائلا متراكما من التلصيق كولاج للشاش الطبي المستخدم في معالجة الجرحى التي كان يمارسه أثناء وجوده كطبيب في السجن، أو تجربة هوندرس بازر الذي استثمر وظيفته الحربية في فحص الصور الجوية الخاصة بتحديد مواقع القصف وأعاد إنتاج هذه الصور في مدنه المعروفة، وهكذا عندما نمر على تجربة فوتريه دوبوفيه وحتى توبي وعشرات الأسماء، سنجد أن التجارب هذه
تكاد تكون فردية منقطعة تتعلق بعمود تجريبي لهذا الفنان فقط دون غيره. وعليه فإننا سنحتاج إلى قائمة تتمثل في أسماء الفنانين ونوع تقنياتهم ونوع الأدائية التي اتبعوها على السطح البصري، حتى يمكننا أن نؤسس لقاموس مرجعي يسهل علينا فحص النتاج التعبيري التجريدي.